أهلا بلقائكم مجددا مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء في هذا البث المباشر الذي نؤمن لكم مباشرة من استديوهات القناة هنا بمدينة الدار البيضاء. بعثة نادي الرجاء الرياضي تتوجه في هذه الأثناء إلى المطار الدولي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء تأهبا للرحلة المرتقبة إلى مصر التي تستغرق حوالي 5 ساعات. كما قلنا مشاهدينا الكرام، بعثة الرجاء في هذه الأثناء يعني قريبة من المطار الدولي محمد الخامس، وأكيد البعثة يرافقها زميلنا خالد تيجر مراسل القناة هناك رفقة حافلة نادي الرجاء الرياضي. إذا الرجاء يستعد لشد الرحال نحو مصر استعدادا للمقابلة الحارقة والمرتقبة يوم الأربعاء المقبل أمام الزمالك المصري لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. دائما مشاهدينا الكرام، لكل من أراد أن يشارك معنا في هذه الحلقة المباشرة الخاصة بنادي الرجاء الرياضي والسفر الفريق إلى مصر استعدادا لمباراة الزمالك المقبلة، مرحبا بكم أو للاتصال على الرقم الظاهر أسفل الشاشة واللي نذكروا به بسرعة 0662 05 048. أكرر مرة أخرى 0662 05 048. وكذلك لمن أراد أن يشارك في الصفحة الرسمية، مرحبا بكم كذلك عبر الصفحة الرسمية لقناة شوف تي في على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ناخذ مجموعة من التعليق ديالكم مشاهدينا الكرام قبل نصول ونجول في هذه الحلقة الخاصة نادي الرجاء الرياضي. أحمد رجاوي، تحية كبيرة لجمهور الرجاء، تحية لك خويا أحمد وكذلك لنادي الرجاء الرياضي. عديل تشوناتي، إن شاء الله ريمونتادا من قلب القاهرة إن شاء الله خويا عديل، داكشي اللي بغينا. أشرف دي مراجع، المحظوظ أبو آدم، ماشي مباشر، لا خويا مباشر، علاش ماشي مباشر؟ ياسين إر سي أ، أحسن جمهور في العالم، شكرا لك خويا ياسين. أكيد هذه كل التعليقات اللي كتديركم إلى حدود الساعة، دائما نتمنوا أننا من يعني نتفاعلوا مع جميع التعاليق ديالكم، وأن ما نقصوا حتى شي واحد. إبراهيم تافراوتي، زنيتي حاضر في اذهان كل اللاعبين، وهذا الغياب الاضطراري هو بمثابه حقنه ودفعه تحفيزيه لكل اسود الرجاء. ان شاء الله اخويا، اكيد ان غياب زنيتي غادي نتمنوا ما ياثرش في نفسيه اللاعبين. كنعرفوا ان انس زنيتي الحارس الاول لنادي الرجاء الرياضي يتمتع بمؤهلات كبيره، لكن هذا لا يعني ان الحارس الثاني محمد ابو عمير الحارس المجرب الحارس الكبير الذي له من ان الكفاءه ما يكفي انه يكون ان شاء الله احسن خلف لانس زنيتي. عبد الكريم المسيرة، ديما الرجاء الرياضي العالمي فريق الشعب، مادي بين لا ليست لي جوار لي لاعبين. لا ليست لي جوار اخويا مهدي، انا نقول لك دابا وللتذكير جميع المشاهدين الكرام، الرجاء الرياضي يعني او بعثة نادي الرجاء الرياضي توفروا على مجموعه من اللاعبين الذي ساعدهم جمال السلامي قبل السفر الى مصر، ولنذكروا بها بسرعه: ايوب نناح، محمد زريده، محمد ابو عميره، عبد الاله الحفيدي، محسن متولي، عبد الرحيم الشاكير، سفيان رحيمي، محمد مكاسي، الياس الحداد، عمر العرجون، محمود بن حليب، عمر ابو طيب، زكريا الوردي، والعميد بدر، العميد الثاني بعد متولي بدر بانون، سند الورفلي، بين مالونغو، فابريس نجوما، فابريس نجا، وامير الحداوي، الحارس الشاب ابن الدولي المغربي مصطفى الحداوي. هذه هي كانت لائحه نادي الرجاء الرياضي التي رافقت بعثة الفريق إلى مصر. دي مراجع مربوحة إن شاء الله، إن شاء الله أخويا، هذا بالخضراء بالخضراء قال دي مراجع مربوحة إن شاء الله، إن شاء الله أخويا، والفيكتوار يكون لصالح الرجاء. إبراهيم هرود، نلعبوا عليها ونجيبوها إن شاء الله أخويا إبراهيم، لما لا؟ يا ربي هذا يا يما ولدك مضرار، هذا اسم اكيد مستعار لاحد المتفاعل معنا. يا ربي تفرجها علينا يا ربي، ودير بزاف قلوب خضرين في اشاره نادي الرجاء الرياضي. حسن دلال، زنيتي اكيد سيلتحق بالفريق، تفاؤلوا خير. للاسف اخويا حسن، كنا متفائلين وكنا كاملين راغبين وعازمين، وكنتمناو عفوا ان انس زنيتي رافق يرافق عفوا بعثه نادي الرجاء الرياضي الى مصر، لكن للاسف الفيروس اللعين منعه من ذلك. نتمنى اكيد الشفاء العاجل
لكل من انس زنيتشي ومحمد الدويك اللي كيتابعوا رحلة العلاج حاليا من فيروس كورونا. نور الدين الباني، كنتمناو النجمة الرابعة ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله خويا نور الدين اللي مالا عتيقة سلوى، نتمنى ان تفوز الرجاء على الزمالك في هذه المباراة ان شاء الله. ان شاء الله اختي زكريا، ان شاء الله نجيبو التأهل الرجاوي حتى الموت ان شاء الله خويا زكريا. صابر سيمو نلعبو عليها ونجيبوها ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله خويا سيمو، مكعوج علي، نعم اخويا ناناح لاعب، نعم اخويا ناناح لاعب وحاضر ان شاء الله في هذه المباراة. كيبقى غير اختيارات جمال السلامي، واش غيعتمد عليك رسمي او في دكة البدلاء. ربيع الغازي، سيناريو 2005 سيتكرر ان شاء الله، ديما رجاء ان شاء الله اخويا ربيع. واكيد سيناريو الزمالك الرجاء الذي عوض الجماهير ديالو على الريمونتادات التاريخية، الرجاء قادر على انتزاع بطاقة التأهل من قلب القاهرة عاصمة مصر. واكيد فريق الرجاء الرياضي يعول عليه في مثل هذه المباريات، الرجاء كيكبر في الماتشات او المباريات الكبرى. واكيد ان الرجاء الرياضي ان شاء الله يكرر نفس سيناريو كاس العرب ويحقق نتيجه ايجابيه من قلب القاهره. كنعرفوا ان نادي الرجاء الرياضي في 2005 او موسم 2005 2006 نادي الرجاء الرياضي يعني كان قد مني بهزيمه ثقيله بثلاث اهداف دون مقابل هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء، قبل ان او بهدفين دون مقابل عفوا، قبل ان يعود في النتيجه هناك بمصر بعد ان فاز على الزمالك المصري، نفس الفريق الذي سيواجه الفريق الاخضر يوم الاربعاء المقبل، فاز عليه بثلاث اهداف وانتزع بطاقه التاهل. لما لا فريق الرجاء الرياضي ان يكرر كره مره اخرى ويحقق المبتغى المتمثل في انتزاع بطاقه التاهل. عبد الحق امادو، ان شاء الله انا اسجل، انا كنشجع المغرب التطواني لكن اتمنى الفوز لنادي الرجاء الرياضي ديما رجاء. هذه هي الروح الرياضيه العاليه اخويا عبد الحق، واكيد ان الجماهير المغربيه عليها ان تكون جنود مجنده خلف نادي الرجاء الرياضي الذي يمثل الانديه الوطنيه ولا يمثل نفسه وانما يمثل المغرب في هذا المسابقه القاريه الكبيره. كلنا دائما كما قلنا في مجموعه من الحلقات يوم الاربعاء كلنا سنرتدي الثوب الاخضر ونشجع الرجاء الرياضي، هذا الفريق اللي كيستحق منا كل الدعم، فريق الوحيد الممثل للانديه الوطنيه في دوري ابطال الافريقيه، وذلك بعد ان اقصي نادي الوداد الرياضي الغريم التقليدي للرجاء من هذه المسابقه على يد فريق مصري اخر الاهلي المصري. لما لا ان يثأر الفريق الاخضر لنفسه ثم للوداد ويعود ببطاقه التاهل كما قلنا من قلب مصر. وقعدنا ان شاء الله نشوفوا الرجاء في النهائي اللي غادي يواجه من خلال الاهلي المصري المتفوق كما قلنا على الوداد الرياضي في المباراه النهائيه اللي حدد الكاف يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، بعدما كان هذا اللقاء محدد في يوم 6 من هذا الشهر، وذلك بعد الطلب اللي تقدمت به السلطات المصرية بسبب الانتخابات التي يعني كتعرفها البلاد حاليا. محمد راجا، سلام خويا، تحياتي ليك، معك محمد الخوالقي ديما رجاء، تحية لك خويا محمد وان شاء الله الرجاء جيب فيكتوار. عمر اكرامة، صباح الخير اخويا، انا ودادي وبروح رياضية ان شاء الله الرجاء رابحة هنايا مع حنايا معاها ان شاء الله وديما وداد. تبارك الله عليك اخويا عمر، وروح رياضية عالية منك وهادشي اللي بغينا كما قلنا سابقا، الكل يشجع الرجاء الرياضي بغض النظر عن الانتماء. عبد المجيد التنفوحي، لعبوا عليها ونجيبوها، اكيد لعبوا عليها ونجيبوها، هي اغنيه شهيره لنادي الرجاء الرياضي التي كانت تتغنى بها الجماهير الرجاويه في المباريات التي كانت تلعب هنا بمدينة الدار البيضاء مركب رياضي محمد الخامس أو في مجموعة من المباريات. الجماهير الرجوية تتغنى بهذه الأغنية الرائعة لتحفيز اللاعبين، نلعبوا عليها ونجيبوها أكيد مرة نجيبوها، قصدوا ثلاث نقاط ومرة نلعبوا عليها ونجيبوها اللقب، ولما لا الرجاء يجيب الفيكتوار ويجيب اللقب إن شاء الله من مصر.
بعد الفوز ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل على الزمالك، ولما لا تكرار نفس سيناريو الزمالك ويفوزوا على فريق الاهلي في المباراه النهائيه. وكنعرفوا ان الانديه الوطنيه اصبحت بين يعني قوسين عقده للانديه المصريه، الرجاء والوداد في 2017، وفي نهائي حارق انتزع لقب دوري ابطال افريقيا من الاهلي المصري. واكيد ان شاء الله الكره يعود نادي الرجاء الرياضي. اولا نتمنى له الفوز في مباراه الرجاء وفي مباراه الزمالك عفوا، ثم الفوز في المباراه النهائيه. هيثم، اجنو الرجاء ستواجه مشكل كورونا في مطار القاهره مثل ما حدث مع احمد. ان شاء الله. لا خويا هيثم، نتمنى كل خير. اكيد نادي الرجاء الرياضي غادي يعني يشد الرحال ديالو بدايه من الساعه 12 ظهرا حسب التوقيت المعمول به هنا بالمملكه، غادي يوصلوا ان شاء الله لمصر مع 5 ديال العشيه باذن الله تعالى، على يعني كيستافدوا لاعبين نادي الرجاء الرياضي من فتره راحه صغيره، ثم حصه غادي يبرمجها الاطار الوطني جمال السلامي لازاله العياء، على ان يجري نادي الرجاء الرياضي حصه تدريبيه اخيره بنفس الملعب الذي سيحتضنه لقاء الرجاء والزمالك، وذلك حسب القوانين المعمول بها بالاتحاد الافريقي. وقبل ذلك الرجاء غادي يخضعوا لتحليل او مسحه طبيه اخرى فور يعني الوصول ديالهم الى مصر، من اجل يعني التحليلات العاديه اللي كديرها اللي كيفرضها الاتحاد الافريقي والسلطات هناك في مصر، من اجل او قبل دخول اي شخص الى الاراضي المصريه. ناخذ اول اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اسم كريم. تحيه لك اخويا، الله يحفظك. مرحبا. اسم كريم. شفتي فياك؟ اييه. تبع اخويا البرنامج ديالكم مع الهاتف. حتى انا السميه. ونتمنى ان شاء الله الفوز ان شاء الله للرجاء مع الاربعاء. اعطيني السميه ديالك. عبد الكبير الرجاوي. عبد الكبير اش مدينه؟ من هواره. مرحبا عبد الكبير، تفضل عبد الكبير. نتمنى اخويا الفوز ان شاء الله للنسور مع الاربعاء ان شاء الله. وحنا الشعب كله نجند ورا الفريق، ونتمنى في هاد اليومين بالضبط يدفعوا المشوشين ويدفعوا اللي كنسميوهم اللي غير اللي يقول لك راسه مهندس ولكن غير مهندس ديال كرة القدم، يدفعهم الفريق ويخلوه يتبع المسار ديالو، ونتمنى الشفاء العاجل ان شاء الله للزيتي والدويك وجبيره، ونتمنوا ان شاء الله الرجاء في الفينال، وهذا الشيء اللي نقوله والله يعاونهم والله يسريهم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك خويا الكبير، وكنشكر بزاف شفتي في على المتابعه ديال الفريق الرجاء، وعالمي عالمي ثم عالمي. شكرا لك عبد الكبير، كنت معنا من مدينه هواره مشجع رجاوي كما قال، يتمنى كما تتمنى كل الجماهير الرجاويه الفوز للرجاء الرياضي يوم الاربعاء المقبل في مباراته الحارقه امام الزمالك المصري لحساب اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. نرجعوا مشاهدينا الكرام ونتفاعلوا مع التعليق ديالكم عبر الصفحه الرسميه لقناه شوف تي في على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ام سي اسماعيل، خويا واش زنيتي غادي يمشي مع الرجاء؟ خويا اسماعيل، قبل قليل من الان كان الاتصال باحد المصادر الطبيه بنادي الرجاء الرياضي، واكد لي ان زنيتي لم يرافق البعثه اللي تقريبا وصلت للمطار الدولي في هذا الاثناء، في انتظار دائما مراسله او اتصال بالزميل خالد الذي يتواجد رفقه نادي الرجاء الرياضي بمطار الدولي محمد الخامس. ناخذ اتصال اخر. الو، السلام عليكم. كل السلام. اسم كريم. ربما انقطع الخط بهذا المتصل، على امل ان يجدد الاتصال بنا مره اخرى. نرجعوا كما قلنا مشاهدينا الكرام نتفاعلوا مع التعليق ديالكم. مشاهدينا الكرام، جلال جلولي كيقول الرجاء كتلعب خارج الديار حسن ما كتلعب في
في الارض ديالها او كيقصد الميدان ديالها. يعني التقريب مشاهدينا الكرام اكثر من بعثه نادي الرجاء الرياضي. واخر الاخبار، هناك المطار الدولي محمد الخامس يلتحق به في هذه الاثناء مراسل القناه شوف تي في خالد التاجر الذي يتواجد الان بالمطار الدولي محمد الخامس. اهلا بك خالد. مرحبا رضا، تحيه لك وتحيه لمشاهدي شوف تي في. خالد، انت يعني رافقت بعثة نادي الرجاء الرياضي من الفندق الاقامه الى المطار الدولي محمد الخامس، هل وصلت بعثة نادي الرجاء الرياضي الى المطار الدولي محمد الخامس باقليم النواصر ضواحي مدينه الدار البيضاء؟ بالفعل رضا، فبعثة فريق الرجاء الرياضي الحافله فهي وصلت الى المطار الدولي محمد الخامس استعدادا للسفر عبر الطائره الى مصر. بعثة الرجاء فهي وصلت هنا إلى المطار في أفضل الظروف، كانت معنويات عالية تبدو على كل من مسؤولي النادي وكذلك لاعبي الفريق الطاقم التقني. فهناك معنويات كبيرة أو معنويات مرتفعة داخل الفريق. الكل يعلم أن المباراة صعبة، لكن حظوظ الرجاء فهي قائمة، والكل في الفريق يؤمن بحظوظ الرجاء وعازم على التأهل من قلب القائم. خالد، قبل قليل كان الاتصال مع أحد المصادر الطبية هناك بنادي الرجاء الرياضي وقال لي أن الزنيتي لم يرافق بعثة نادي الرجاء الرياضي إلى المطار الدولي محمد الخامس، أكيد أنت لاحظت ربما غياب الزنيتي عن حافلة النادي الرجاء أو عن تشكيلة الرجاء أو بعثة الرجاء اللي حطت الرحال ديالها كما قلت قبل قليل بالمطار الدولي محمد الخامس. بالفعل فأنس الزنيتي لن يرافق بعثة فريق الرجاء الرياضي وهو لن يكون متواجدا في مباراة الفريق أمام الزمالك يوم الأربعاء المقبل. للأسف اللاعب لا زال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، نتمنى له الشفاء ونتمنى أن يكون البديل ديالو محمد بوعميرة في يومه وفي المستوى ويقدم الأفضل ويحافظ على شباك الرجاء نظيفة من الأهداف. هذا ما نتمناه يا خالد كما تتمناه كل جماهير الرجاوية. شكرا لك خالد التيجر مراسل القناة أو موفد القناة شفتي في هناك بمطار الدولي محمد الخامس. سنعود إليك يا خالد لاحقا للحديث أو لاقتراب أكثر حول آخر المستجدات هناك بالمطار. شكرا لك خالد. العفو رضا، تحية لك وتحية لمشاهدي شفتي. لأن كما قال خالد وكما كان متوقعا وكما أكد لي أحد المصادر كما قلت سابقا الطبية بنادي الرجاء الرياضي، الزنيتي لم يرافق بعثة نادي الرجاء الرياضي للأسف، خسارة كبيرة لهذا الفريق، لكن نتمنى أن يكون الخلف محمد بوعميرة في اليوم ديالو إن شاء الله يقدم مستوى كبير ويتمكن من صد جميع الهجمات والكرات ويحفظ مرمى الرجاء الرياضي من دخول الأهداف. في المقابل نتمنى من المهاجمين الرجويين أنهم يسجلوا أكبر عدد من الأهداف حتى يتمكن الفريق من التأهل إلى المباراة النهائية. نأخذ اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. اسم كريم. اسم محمد من بركان. محمد من بركان. أيه. مرحبا أخويا محمد، تفضل. أخويا محمد باغي نهضر على الرجاء. مرحبا، تفضل محمد. ونتمنى إن شاء الله هذا الأمريكان درنا درا الماتش، يعني درنا شي ماتش زوين. ونتمنى ان شاء الله. الو، ربما انقطع الخط من بمحمد محمد من مدينه بركان الذي كان يقول انه يتمنى الفوز لنادي الرجاء الرياضي في مباراته المرتقبه امام فريق الزمالك المصري. وبالعوده الى التعليقات ديالكم مشاهدينا الكرام عبر الصفحه الرسميه لقناه شوف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. رشيد بن الحسن، زنيتي حارس في المستوى، الغياب ديالو غادي يأثر على الرجاء ان شاء الله. نتمنوا اولا زنيتي نتمنوا له الشفاء العاجل، ونتمنوا ان غياب انس زنيتي كما قلتي ما أثرش على نادي الرجاء الرياضي اللي كنتظروا مباراة مهمة، مباراة حارقة
مباراة تحت كما يقال تحت صفيح ساخن. نتمنى أن نادي الرجاء الرياضي أنه يعول بشكل كبير على اللاعبين ديالو، على الحارس ديالو الثاني اللي خاصو كل الدعم، وأكيد أن مدرب حراس نادي الرجاء الرياضي غادي يكون لمجموعة من الاجتماعات طيلة هذا اليومين مع محمد بو عميرة. بو عميرة اللي خاصو يعني ينصح القول، خاصو كوتشينغ، خاصو اللي يدوي معاه، يعني مطالبو بو عميرة اللي كيحس أن المسؤولية الآن كلها ملقاة عليه. بو عميرة اللي كان دائما أنه في دكة البدلاء، اليوم أصبح ملزما على أنه يكون حارس أول لنادي الرجاء الرياضي، وإن شاء الله كل الجماهير الرجوية ومكونات الفريق تعول بشكل كبير على محمد أبو عميرة من أجل إن شاء الله يكون في المستوى يوم الأربعاء المقبل. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. معكم محمد من الدار البيضاء. خويا محمد من الدار البيضاء، مرحبا خويا محمد، تفضل. خويا باغي نسولك واش العام مشاو كاملين ولا لا؟ انا يلاه ذكرت باللعابه اللي غادي يرافقوا البعثه، ولكن ما فيها باس اخويا محمد، بقى معايا نذكرك بسرعه باللاعبين اللي مشاو رفقه نادي الرجاء الرياضي الى مصر. كاين ايوب نناح، محمد زريده، محمد بو عميره، عبد الاله الحافظي، محسن متولي، عبد الرحيم شاكير، سفيان رحيمي، محمد مكاسي، الياس الحداد، عمر العرجون، محمود بن حليب، عمر بوطيب، زكريا الوردي، بدر بانون، سند الورفلي، بين مالونغو، فابريس نجوما، فابريس نجاو، امير الحداوي، الحارس الثالث لنادي الرجاء الرياضي اللي غادي يكون الحارس الثاني في هذه المقابله بعد محمد بو عميره. زيدي ما مشاش؟ لا ما مشاش. شكرا خويا، نتمنى شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله. مرحبا ان شاء الله خويا محمد، مدينه الدار البيضاء نتمناو نتيجه ايجابيه كما قلت وقلنا سابقا، نتمناو نادي الرجاء الرياضي انه يحقق الاهم ويحقق المبتغى المتمثل في الفوز على نادي الزمالك المصري في لقاء الاربعاء. نادي الرجاء الرياضي اكيد هو فريق كبير، فريق اكيد كاين ضغط، الضغط غادي يكون على الرجاء وللزمالك كذلك، لكن فريق الرجاء الرياضي عود الجماهير الرجويه انه في مثل هذه المناسبات كيكون كبير. فريق الرجاء الرياضي انا اتذكر سنه او قبل سنتين من الان تمكن من انتزاع لقب غالي، لقب كبير هناك من قلب العاصمه الكونغولية كينشاسا. المباراة التي غادي تبقى عندي في الأذهان، وأنا اللي كنت رفقة نادي الرجاء الرياضي هناك بالكونغو وبالضبط بملعب الشهداء، لما انتزع فريق الرجاء الرياضي لقبا غاليا، لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن تمكن من الفوز على الفريق فيتا كلوب في مباراة الإياب والتعثر في مباراة الذهاب عفوا والتعثر في مباراة الإياب. لكن نسبة الأهداف كانت لصالح نادي الرجاء الرياضي وتوج بكأس الكاف. وكذلك في نفس الموسم واجه فريق الترجي التونسي برسم السوبر الإفريقي هناك بالعاصمة القطرية الدوحة، وتمكن من انتزاع لقب ثاني قاري كبير، لقب السوبر الافريقي. لما لا نادي الرجاء الرياضي ان يكرر كره هذه المره مع الزمالك المصري في مباراه النصف النهائي لحساب دوري ابطال افريقيا والفوز عليه ان شاء الله والتاهل للمباراه النهائيه. ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل تفضل اخويا، سمير اسم كريم. هاني الله يبارك فيك. اسم كريم. اولا انا عارف اخويا الزنيتي واش مشى ولا ما مشاش. الزنيتي اخويا ما مشاش. ما مشاش الزنيتي. لا ما مشاش. شكرا. مرحبا. نمشي ونرجعوا للتفاعل مع التعليق لكم مشاهدي الكرام. دائما محمد حسن، تحياتي من اهلاوي مصري ورجاوي في المغرب. شكرا لك خويا محمد اللي قال بانه اهلاوي ورجاوي. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اسم كريم. نور الدين مصداقي. نور الدين، مرحبا خويا نور الدين، تفضل. كيف اخويا كلشي مزيان؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك. اخويا بغينا نعرفوا اشنو الاخبار الرجاويه. اخر الاخبار هو نادي الرجاء الرياضي في هذه الاثناء وصل للمطار الدولي محمد الخامس وكيستعد انه يشد الرحال نحو القاهره عاصمه مصر، محروما من خدمات الحارس الاول انس ازنيتي بعد ان تاكدت المسحه الطبيه اللي زرعها اليوم مره اخرى انه لا زال مصابا بفيروس كورونا. خويا المش مشى معاه. اكيد محسن متولي كما يقال، وليس المش، اكيد ان المتولي رافق نادي الرجاء الرياضي الى ايوا خويا كنتمناو ان شاء الله شي ريمونتاج تكون مزيانه فعل الخير كاع على الفرق المغربيه، وكنتمنى وقول الانسان
يتفاعلوا كاع الجماهير كاع الوداديه ولا الجماهير الرجاويه يتفاعلوا مع الطارق. صحيح، هادشي خصو يكون الدعم وكل الدعم من طرف كل الجماهير المغربيه مع نادي الرجاء الرياضي. شكرا لك صديقي، كما قلت اتجمل الفوز لنادي الرجاء الرياضي في هذه المباراه من تكمله الباقي الجماهير الرجاويه. ناخذ اتصال اخر. الو، السلام عليكم. الو الو، السلام عليكم. الو الو، ربما انقطع الخط بهذا المتصل على امل ان يجدد الاتصال بنا مرة أخرى. جلال جلولي، الضغط سيكون على الزمالك أكثر أكيد أخويا جلال، الضغط سيكون على الزمالك أكثر من الرجاء. ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، اسم كريم ياسين. ألو، ربما انقطع الخط بهذا المتصل. نمشيو نرجعوا للتفاعلات او التعليق ديالكم وتفاعلوا معها عبر الصفحه الرسميه للقناه شفتي بها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. حسن رابع الراجه في الدم. الحاف عبد الله نجاح الحافظي لاعب، اكيد الحافظي كاين ضمن اللائحه اللي وجه لها جمال السلامي الدعوه للمشاركه في مباراه الزمالك المصري، ولكن واش اللاعب اللي ما لعبش في المقابله هذه يا خويا كتبقى اختيارات تقنيه ديال الاطار الوطني. جمال اسلامي، توفيق محين مربوحه ان شاء الله ديما الرجاء العالمي، الابداع المتواصل بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله خويا توفيق، وهادشي اللي كنتمناو كنتمناو التوفيق وكل التوفيق لنادي الرجاء الرياضي. مصطفى، مصطفى ان شاء الله التاهل سيكون من نصيب العالمي ان شاء الله خويا مصطفى. عز الدين بي ام، ان شاء الله ابو عميره يكون في المستوى ديال مراجع ان شاء الله خويا عز الدين. هادشي اللي كنتمناو ان ابو عميره يكون في نهارو وان شاء الله يعني يقدم مستوى كبير ونرجعو ورجع نادي الرجاء الرياضي بالتاهل من قلب العاصمه المصريه القاهره. سي محمد الغازي، لكم اطيب المتمنيات وبالتوفيق. شكرا لك خويا محمد وكنتمناو كل التوفيق لنادي الرجاء الرياضي. رضوان ماجرة، حد موفق لبو عميرة ان شاء الله خويا، هادشي اللي بغينا بو عميرة يكون في نهارو باذن الله تعالى. ناخذ اتصال اخر. الو، السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اسم كريم. منير من مرتيل. منير من مرتيل، مرحبا بك خويا منير. الله يبارك، شكرا، بارك الله فيكم. تفضل يا منير. ايوا شنو نقول لك انا، المهم الخلاصه ديالي صغيره جدا. اطلب الله سبحانه وتعالى ان تكون الرجاء يعني في المستوى وتقدم واحد يعني المباراه في قمه الروعه والسعاده، وان تكون في النهايه وماشي غير النهايه وصافي. تجبنا ان شاء الله يا ربي للمغرب، ديما رجاء وديما وداد، لان احنا اصلا واخا تطوانيين هنايا وداك الشيء وكذا، وانما القلب ديالنا كيكون معاهم ملي كيكونوا في المنافسات الافريقيه وداك الشيء يعني خارج المغرب. ان شاء الله خويا منير، هذا الشيء اللي كنتمناه وكنتمناو الفوز لنادي الرجاء الرياضي. والله العظيم شنو نقول لك، يعني كان انا شخصيا يعني مع الوداد يعني كنتفرج في القهوه وانا تقول يعني ما فهمتش، يعني كنتعصب بزاف وما فهمتش يعني يعني المهم كيكون القلب ديالي معاهم يعني كوداد بحال اللي بحال اللي نقولوا مثلا في كازابلانكا او لا كرجاوي ملي كتكون لعبه يعني في كازابلانكا، وانما انا بعيد عن كازابلانكا ربما مشيت لها ثلاثه المرات فقط. وشوف دابا الاهم هو ان الجماهير المغربيه خاصها تكون مع الرجاء والوداد كما قلت. ضروري ضروري ضروري، انا راه ما عنديش هذيك يعني انا راه بعيد عليا ولا كذا، لا انا كل فرقه مغربيه كتنافس بالقاره السمراء كنكون معاها. وان في نرجع بالصح هادشي اللي خصو يكون منير، وبرافو ليك بروح رياضيه عاليه. شكرا ليك منير، كنت معنا من مدينه مارتيل بشمال المملكه، واللي قال انه مدينه تطوان، اللي قال انه مشجع تطواني ويحب الوداد والرجاء ويشجع هذين الفريقين وكل الانديه الوطنيه لما تشارك في منافسات دوري ابطال افريقيا او مسابقات قاريه مختلفه. شكرا ليك خويا منير. سيمو ميلانو، تحية رجاوية من إيطاليا مربوحة إن شاء الله. شكرا لك خويا سيمو، تحية لك وتحية لكل مغاربة العالم والجالية المغربية المقيمة بالديار الإيطالية. ناخذ اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، ربما انقطع الخط بهذا المتصل. نرجعوا للتفاعلات ديالكم. إبراهيم بوصابون،
بالتوفيق ان شاء الله لفريق الرجاء مربوحة بعزيمة الرجال ان شاء الله. اخويا ابراهيم حميد اش بي، الرجاء فريق كبير، اتمنى من الله ان تكون مقابلة في مستوى الفوز للفريق البيضاوي ان شاء الله. ان شاء الله اخويا حميد الشيء اللي بغينا. مصطفى الزهري معايا، شكل الماتش خويا، المباراة ديال نادي الرجاء الرياضي اخويا مصطفى النهار الاربعاء بداية من الساعة 8 مساء حسب التوقيت المعمول به هنا بالمملكة. سعيد وباد نلعبوا عليها ونجيبوها، نلعبوا عليها ونجيبوها، كما قلنا هي أغنية شهيرة لنادي الرجاء الرياضي، أغنية كتحفز من خلال الفريق الأخضر خلال المباريات. مصطفى زوري امتى الماتش؟ يلا شوف اخويا الماتش نهار الاربعاء بداية من الساعة 8 مساء حسب التوقيت المعمول به هنا بالمملكة. زكريا الردوي نهار الاربعاء مع 8، هو زكريا احد المتفاعلين. جاوب على السؤال ديال خويا منير وكما شوفت عليه حتى انايا، وهذا هو الامر اللي زوين، كل يتفاعل معنا. مرحبا بالتفاعلات ديالكم، مرحبا بالاتصالات ديالكم، نتمنى اننا نجاوبكم على كل الاسئله ديالكم، ونتمنى اننا نقدم لكم واحد مجموعه من المعلومات او طابق ديال المعلومات ان صح التعبير الصحيحه والمعلومات الادق، ونقربكم بكل صغيره وكبيره بخصوص نادي الرجاء الرياضي في قبل وبعد المباراه ديالو الحاسمه امام الزمالك المصري برسم اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. البكاكي عثمان، في نظري كل المغاربة يشجعون الفريق الذي يمثل المملكة المغربية، ومن لا يشجع فريق الوطن فهنا علامة استفهام كبيرة. صحيح خويا عثمان، وكنحييك على التعليق، اكيد علامة استفهام كبيرة لبعض ان صح التعبير بعض المتعصبين اللي كان منك تكون فرقه ديال المغرب كتمثل الوطن ديالنا كتمثل الانديه ديالنا، وكنشوفوا بعض المشجعين كيشجعوا فرق اخرى، فهذه دائره غير صحيه، وكنتمناو اننا نتجاوزوها حنا في 2020 في الوقت اللي كره القدم وعبر العالم عرفات واحد القفزه نوعيه، وعرفنا بعدنا على التعصب وبعدوا على التعصب، ومازال كنشوفوا مثل هذه الدائره. نتمناو ان الدائره ما تتكررش، ونتمنى كل مشجع غيور على الانديه الوطنيه يشجع هاد الفرق اللي كتمثل المغرب. راه كتمثل المغرب، ما كتمثلش راسها، ولكن كتمثل المغرب، كتمثل الانديه المغربيه. واش منك تشوف البارح الرجاء ربحات الزمالك، اليوم ربح الوداد، ربحات الاهلي، غدا اسفي ربحات الترجي وخرجتهم من كاس العرب. ونشوفوا الانديه الوطنيه كتفوز على الانديه التونسيه والمصريه والجزائريه والافريقيه. راه حنا الانديه الوطنيه كتكبر، يعني كتكبر وكترفع من المستوى ديالها، وكتبدا تضرب لنا الف حساب. نمشيو مشاهدينا الكرام ونفنسدو هذا القوس، ونمشيو نرجعوا للتفاعلات ديالكم. محمد دو سيلفا، محمد دو سيلفا خويا بالتوفيق للرجاء وبالتوفيق ليك حتى انت، ميرسي على كل معلومات كتعلمنا بها. مرحبا خويا محمد، هذا واجب. سعيد وباد، وبالرجولة خويا شحال من واحد ما باغيش الراجل دوز، وليني ربي كبير غادي نجيبوها من الميسر ان شاء الله. خويا سعيد هادشي اللي كنتمناو. عبد العالي مستور، لماذا لا تشجعون العالمي؟ الرجاء هي دولة مربوحة ان شاء الله. ان شاء الله خويا عبد العالي. ادريس ان شاء الله مربوحة وديما راجع ان شاء الله خويا ادريس. ايوب مهدي، أبناء الرجاء قادرين على التأهل من قلب مصر إن شاء الله، وأكيد أن كل التوفيق لنادي الرجاء الرياضي في مباراته أمام أو في المباراة ديالو أمام الزمالك المصري. عبد الرحيم بوخريس، بالتوفيق إن شاء الله للرجاء. شكرا لك خويا عبد الرحيم، عفوا، كنت منه التوفيق وكل التوفيق لنادي الرجاء الرياضي في هذه المقابلة ديالو الحارقة. حميد حميدو، مربوحة إن شاء الله بهدف من بدر بانون، نتمنى خويا اكثر من هدف، الهدف غادي يعطي غير التعادل، نتمنى اكثر من هدف اللي غادي يعطينا التاهل نادي الرجاء الرياضي للمباراه النهائيه. ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم. ربما انقطع الخط بهذا المتصل على امل ان يجدد الاتصال بنا.
مرة أخرى لكل أود أن أذكر المشاهدين الكرام لكل من التحق بنا في هذا البث المباشر لتذكير فقط، فنادي الرجاء الرياضي شد رحاله قبل قليل من الآن إلى العاصمة المصرية القاهرة عبر طائرة خاصة جمعت الطاقم الإداري والتقني والطبي واللاعبي فريق الرجاء الرياضي في رحلة من المنتظر أن تستغرق 5 ساعات على أن تصل البعثة الرجوية إلى المطار الدولي القاهرة هناك بالقاهرة، وغادي تكون واحد مسحة طبية لكل البعثة الرجوية، وبعد ذلك يلتحقوا بالفندق اللي غادي تقيم فيه العناصر الرجوية طيلة هذه اليومين على أن يخوض فريق الرجاء الرياضي حصة مبرمجة هذه الليلة لإزالة العياء، ثم حصة تدريبية أخيرة يوم غد في نفس الملعب الذي سيحتضن لقاء الرجاء والزمالك. ولتذكير كذلك فاللائحة اللي تم الاعتماد عليها من طرف الإطار الوطني جمال السلامي هي على الشكل الآتي: محمد بؤميرة، محمد زريدة، أيوب نناح، عبد الإله الحفيدي، محسن المتولي، عبد الرحيم شكير، سفيان الرحيمي، محمد مكعاصي، إلياس الحداد، عمر العرجون، محمود بن حليب، عمر بوطيب، زكريا الوردي، بدر بنون، أنس جبرون، وسند الورفلين بين مالونغو، فابريس نقوما، فابريس نقاو، أمير الحداوي الحارس الشاب، الحارس ابن الدولي كما قلنا مصطفى الحداوي الذي سيكون حارس ثاني في هذا اللقاء. وفي المقابل نتعذر على كل من محمد الدويك وأنس زنيتي للالتحاق ببعثة نادي الرجاء الرياضي، وذلك لعدم تعافيهما بعد من فيروس كورونا. نتمنى الشفاء العاجل لكل من أنس زنيتي الحارس الأول نادي الرجاء الرياضي عفوا، وكذلك محمد الدويك، وان شاء الله نتمنوا الشفاء العاجل لكل اللاعبين الامراض وكل الناس اجمعين الامراض بفيروس كورونا انهم يتشفوا من هذا الوباء اللعين. نرجعوا للمشاهدين الكرام للتعليق ديالكم. بن هنيه محمد: تحياتي خويا من الصويره، نتمنوا نتاهلوا للفينال ان شاء الله خويا محمد، داكشي اللي بغينا. عثمان: انا ويد عثمان زروان، انا ودادي بغيت الرجاء تفوز ان شاء الله اخويا عثمان، روح رياضيه كبيره، نتمنوا اخويا الرجاء تفوز في هذا اللقاء. ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسم كريم. صافا الحمد لله، انتم بخير؟ الله يبارك فيك. انا كنتصل بكم من مدينه اجلال. مرحبا مرحبا، عافاك. وثقا. الو الو، ربما انقطع الخط بهذه المتصله اللي قالت على ان مدينه ازيلال، نتمنى انها ترجع وتتصل بنا مره اخرى. انور تقول ان شاء الله بوامير يكون في نهار والتاهل سيكون رجاوي ان شاء الله، نتمنى كل التوفيق لبوامير والرجاء الرياضي في هذه المقابله. رضوان مجره عفوا، خويا كلامك حلو، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك خويا رضوان، ونتمنوا اننا نكونوا دائما يعني نوصلكم دائما المعلومه الاصح والادق، وفي تفاعل دائم معكم بكم احنا هنايا وبكم احنا مستمرين مشاهدينا الكرام، ونتمنوا اننا نكون نوصل لكم معلومات ادق وصحيحه في حينها. ناخذ مشاهدينا الكرام اخر اتصال قبل الختم. الو السلام عليكم. الو، ربما انقطع الخط مرة أخرى بهذه المتصلة. والشيء الجميل كما قلنا مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج وبرامج أخرى أن الكل كيتفاعل معنا، ذكور وإناث، رجال صغار عفوا وكبار، الكل يتفاعل معنا. شكرا. قبل الختم مشاهدينا الكرام أود أن أشكر كل من اتصل أو تفاعل معنا عبر الصفحة الرسمية لقناة شوف تي في على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أكيد الشكر موصول للطاقم التقني لقناة شوف تي في تحت إشراف المخرج الأنيق مشاهدينا الكرام، كل التوفيق لنادي الرجاء الرياضي الذي غادر قبل قليل الى المطار الدولي محمد او من المطار الدولي محمد الخامس متجها صوب القاهره عاصمه مصر استعدادا للمباراه الاياب امام الزمالك المصري لحساب نصف نهائي
دوري ابطال افريقيا. كل التوفيق لنسور الخضر، كل التوفيق لجمال السلامي، كل التوفيق لمحسن العميد متولي ولكل اللاعبين ولكل الطاقم الاداري والتقنيه. نتمنى ان تعودوا الى ارض الوطن ومعكم بطاقه التاهل الى المباراه النهائيه. كان معكم هذا محمد بوحوش، يحييكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.